يلا يا شيخ العرافين، عامله ايه يا ريم؟ معاك النجمه ريم البارودي. عامله ايه يا ريم؟ كويسه. اخبارك ايه؟ الحمد لله. هو ليه محمد سامي ما بيحبكيش؟ ليه محمد سامي ما بيحبنيش؟ اه طب ما تساله هو. طب اسالي جدي. لا ما اعرفش، يمكن عندك معلومه ولا حاجه. بحبك قوي. قولي. لا ما اعرفش والله، ما عنديش معلومه. يعني هيبقى المعلومه عندك، المعلومات عندك. يعني ما اعرفش مين يعني انا المره دي بتفاجئ كتير، ما اعرفش مين بيحبني مين ما بيحبنيش. مش همشي اسال كل حد بتحبني او ما بتحبنيش، ويحبني او ما بيحبنيش ليه يعني. ودي فعلا رفضت مسلسل جاري الوحوش مرتين. طب وفيها ايه؟ وسألك. ليه؟ يعني انا لما قدمت تجربه عادت لفيلم سينما اتعمل قبل كده، انا عملت البطنيه، ولما عملت البطنيه كنت عامله دور في فيلم البطنيه ما كانش موجود اصلا مره، لغايه دلوقتي الناس يعني بتكلمني على مسلسل البطنيه. اخاف اعيد تجربه مش معمول حسابها في حاجات كتير جدا. انا اكتر واحده اعتذرت عن اعمال، انا ما احبش اقول اعتذرت عن دي يعني خالص، بس هو الموضوع ده تختاري اعمالك بعينيه. الحمد لله ده. الحمد لله. اللي بعده، حد يرفض عمارة يعقوبيان؟ لا ده قديم قوي. ما بص هقول لك، انا بعد البطنيه جالي عمارة يعقوبيان وجالي الاخوه الاعداء. خلاص انت بتنجح في حاجه، بالذات الاعمال اللي هي كانت افلام السينما المصريه ان هم يكرروها تاني، انا خلاص تجربه عملتها وخلاص. ولان كان عندي تجربه فاشله اللي هو فيلم احنا الطلبه، فيلم العظيم دوت، احنا عملناه مسلسل يعني. عندك ايه تاني؟ كنت هترمي نفسك من البلكونه وانت في الجزائر؟ انا ما بحبش حد يضحك عليا. اه وما بحبش انك توعديني بحاجه وما تعملهاش، وما بحبش حد يستهون بيا. وانا كنت معزومه على تكريم في الجزائر، البلد العظيمه، بلد المليون شهيد، اللي انا دايما بطلع فيها بجد ترند لانهم محبين جدا جدا للدراما المصريه بتاعتنا. خش في الموضوع بقى. لا وخليني والله اقول لك، فكان في تكريم هناك اتقال لي ان هو تبع وزاره الثقافه الجزائريه وكل الحاجات دي اصلا، عشان ما ارغيلكيش كتير ولا حاجه منه اصلا، معمول في صالون بيتنا يعني. ده ايه علاقته انك ترمي نفسك من البلكونه؟ لما رحت لقيت كل الحاجات اللي انا توعدت بيها كلها ما حصلتش. ايوه برضو ايه علاقه ده بانك تنتحري؟ يلا امتنعت ان انا انزل. ثانيه واحده، انت كمان هلاحق على مين ولا مين؟ مش جات لك واحده ملبوسه؟ اهو انا ما رضيتش انزل، قلت انا مش هنزل، طيارتي الصبح، كلنا طيارتنا الصبح، قلت انا مش هنزل، مش هشارك في المهزله دي. انتوا قلتوا لي انه تكريم ووزاره ثقافه وبلا بلا بلا، وطول الوقت بقى بصلح اوتيل وحش هروح مصر، يغيروا لي الاوتيل، مش عارف ايه كذا. بقى الناس بتطلع تجيبنا، صحاب الست اللي عامله المهرجان طالعين يجيبونا، مش عربيات اصلا. محمد شاهين المطرب موجود شاهد على اللي انا بقوله. فجيت قلت انا مش نازله الحفله. ازاي؟ ما الحفله بقى مباعه. ازاي مش نازله؟ لا مش هنزل. انتوا ما قلتوليش كده. يرضيكي يرضيكي، راحت الست طالعه لي الاوضه، هي عينيها ملونه برضو زي عينيا كده، راحت هي قالت لي انت مش هتنزلي؟ قلت لها انا مش، قالت لي انا مش هنزل. وراحت ابتدت صوتها يتغير، معرفش بقى انا كان تمثيل ولا مش تمثيل، انا مش يعني ما كنتش مركزه قوي في الموضوع الصراحه، معرفش اذا كان حقيقي او لا، الله اعلم برضو يعني. وراحت كلمت التليفون، كل اللي انا فاهمه ان الراجل بيقرا لها قران. قلت لها انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، اطلعي امشي يا مفضل، اطلعي بره اوضتي دلوقتي. فقالت لي انا ملبوسه. قلت لها انت ملبوسه؟ قالت لي، قلت لها وانا مجنونه، ده انا هرمي نفسي من الدور الرابع. ورحت جايه عشان ارمي نفسي من الدور الرابع، لان انا في بلدها ما ملبوسه هيحصل لها حاجه. وقعدت بقى على جنب كده وماسكه التليفون والشيخ بيقرا لها قران وبتتحول قدامي. فانا الصراحه انا خفت طبعا، لازم تخاف. انا خفت، فلما لقيت كده مش عارفه بقى اتصل بحد ولا اكلم حد. حد عارف يخوفك؟ لا ايه ده، انا بخاف طبعا.